هذا البرنامج من إنتاج النهار نور. كلام الناس حكايات دايما بتعلمنا حاجات، كل حكاية فيهم تجمعنا نطلع منها بحكمة ومعنى ونفيد العقل اللي سمعنا وندور على الخير بالذات. ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش بعيدين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين، ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش بعيدين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة وكلام الناس. بتوحشونا جدا والله من الأسبوع للأسبوع، وبنحاول في فترة الأجازة اليومين الجمعة والسبت أننا نجهز قدر المستطاع للأسبوع الجديد. يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، يا رب دايما نقدم رسالة تليق بحضراتكم وتهمكم وتفيدكم، وتنسوناش أبدا من الدعاء، ادعوا لنا كده، احنا محتاجين دعواتكم بان ربنا عز وجل يوفقنا ويستخدمنا ونقدر نقدم حاجه كويسه. زي ما احنا متعودين في برنامج كلام الناس بنبدا حلقتنا كل يوم بايه او ايات من القران الكريم، بنحاول قدر المستطاع نشوف رساله ربنا لينا من خلال الايه او الايات دي. وزي ما قلت وبقول وبكرر دايما، هي دعوه للرجوع والعوده لكتاب ربنا عز وجل وانه يبقى جزء من حياه كل واحد فينا. ده أصل على فكرة، ما هياش حاجة يعني إحنا عاملينها كده يعني مخترعينها أو حاجة جديدة، مفترض إن ده أصل، إن إحنا دايما نكون على اتصال بكتاب ربنا عز وجل، لأن يعني برجوعنا ليه وبقراءتنا ليه وبتدبرنا للمعاني اللي فيه أكيد هيكون صلاح دنيتنا وآخرتنا. والله إحنا اللي محتاجين، إحنا اللي محتاجين. فعشان كده بنحاول قدر المستطاع يعني نشوف الآيات ونقف مع معنى كل آية، ما يبقاش بس الموضوع حتى فكرة القراية وفقط، لا نذاكر ونشوف ربنا عز وجل بيأمرنا بإيه وبينهانا عن إيه. الآيات اللي معانا النهاردة هي الآية رقم 12 و13 من سورة الأعراف. ربنا عز وجل بيقول فيهم أو فيهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان ربنا عز وجل بيحكي لنا هنا مخاطبته لإبليس. ربنا عز وجل بيقول قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، كان رد إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. طيب عايزين نقول إيه من خلال الآيات دي النهاردة؟ عايزين نقول إن بس عشان إبليس عمل حاجتين، اضطرد من رحمة ربنا ونزل من السماء وكان عليه لعنة الله عز وجل. ايه اللي ابليس عمله؟ عمل حاجتين. اول حاجة انه عصى ربنا، يعني كان في معصية لامر ربنا انه يسجد لسيدنا ادم. ايه تاني حاجة عملها؟ انه تكبر وشاف نفسه وشاف انه هو افضل من اي حد، وشاف عمل حسابات كده للموضوع وقال انا مخلوق من كذا وهو مخلوق من كذا يبقى انا احسن. تعالوا احنا طيب ناخد درس من الايات دي. الدرس بيقول ان علينا اننا نطيع ربنا عز وجل في اي حاجة امرنا بيها. اوعاك ابدا تعصي امر ربنا عز وجل، لان العصيان يساوي انك هتبقى في نفس يعني الدايرة مع ابليس عليه من الله ما يستحق، وتبقى انت زيك زيه في الاخر لانك عصيته. ويعني الفكرة انك لو وصلت للمرحلة بتاعة العصيان بتكبر كده زي ما ابليس عمل، دي تبقى يعني مرحلة خطر وصعبة، ربنا ما يوصل اي حد مننا ليها. الشق التاني بقى فكرة ان ناس كتير مننا بتشوف نفسها، ناس كتير بتحس انها افضل من ناس تانية، ناس كتير دايما بتاخده العزة بنفسه وبتاخده الحمية والعصبية لنفسه والامكانات وقدراته، ويبص للآخر دايما ويحسب كده يقول انا معايا هو معوش، انا عندي هو ما عندوش، انا صحيح وسليم ومعافى وهو مثلا ممكن بيعاني من كذا ومن كذا، فيحكم على الآخر بالفشل ويحكم على نفسه دايما بالنجاح ويحكم انه هو دايما افضل من الغير. خلي بالك الحاجتين دول، حاجتين عصيان
وتكبر على الناس وانك تشوف نفسك على الناس وانك لا تحترم الاختلاف دايما ايا كان الاختلاف ده، ان ده اقل منك في فلوس، في صحة، في نعم معينة، فانت تبتدي تحتقره او تقلل من شأنه او تقول لا انا افضل. فابليس لما قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كان رد ربنا قال له فاهبط منها، انزل، فما يكون لك ان تتكبر فيها، فاخرج انك من الصاغرين. يبقى اللي عايز يكون عند ربنا ليه مقام كبير يحترم نفسه بالمعنى ده، يحترم نفسه ويحترم الاخر، ويحترم ان ربنا عز وجل هو اللي فضل البعض على البعض. ليه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. يعني ربنا عز وجل لما فضل حضرتك عليا في حاجات بيختبرك، بيشوفك ها لما تتفضل في الحاجات دي هتبص المهند على انه اقل منك، ولا هتكون عارف ان ده من فضل ربنا عليك وعلى مهند وعلى غيره. يا رب نكون يعني فهمنا الدرس المستفاد من الايات دي، ونقف دايما عند فكرة لا نعصي ربنا ولا نتكبر على خلق الله. ان شاء الله حلقتنا الليلة فيها موضوعين مهمين. الموضوع الاول هو الموضوع اللي احنا كنا بنناقشه من يوم الحد اللي فات مع الشيخ مصطفى سليمان، كنا بنتكلم عن تعدد الزوجات. الشيخ مصطفى لسه عنده في موضوع تعدد الزوجات، وحابين نسأل اكتر، لان في يعني سيدات كتير تواصلوا معانا وقالوا لنا انهم يعني حاسين ان الموضوع مش قادرين يقبلوه، لازم نديهم جرعة تانية نشوف بيها هل الاسلام ظلم المرأة بموضوع التعدد، ونقف عند فكرة هل الاسلام ظلم المرأة بموضوع التعدد. تساؤلات كتير لستات كتير، حقك وغريزتك اللي جواكي طبعا بغيرتك على جوزك حقك جدا، لكن دور الدين انه يرد على التساؤلات دي ويعني يقيم لنا الحجج كده ونفهم الموضوع اكتر. الفكرة احنا برضو برجع وقول تاني، مش بندعو الناس انهم يلا كله يتجوز ويعمل، لا، احنا بنرجع لرأي الدين الفيصل في الموضوع، ان الدين قال لنا كذا يبقى احنا نمتثل، حتى لو ما نفذناش ده، بس على الاقل يبقى من جوانا عارفين ان الدين بيقول كذا، فبنقول سمعنا واطعنا. وهو ده اللي المفروض ان شاء الله يبقى كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة عايشين بيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. يا رب ان شاء الله كلنا نكون مسلمين بامر الله عز وجل، حتى لو احنا مش هنعمل الموضوع ده مثلا لان هو مثلا من المباحات او من الحاجات الحلال، مش شرط تعمله، لكن الاهم يكون في رضا عن امر ربنا عز وجل، ومع بعض نذاكر ونشوف يعني هل الدين لما شرع ده للرجل او للرجل في ظلم للمرأة. هنشوف ان شاء الله ونناقش ده في حلقتنا الليلة، ويسعدنا جدا ويشرفنا نستقبل اسئلة حضراتكم واستفساراتكم ومناقشاتكم معانا في الموضوع، وتقولوا لنا رأيكم ويعني نحاول نذاكر مع بعض، وانا كمان عايز اذاكر الموضوع مع حضراتكم. كمان ان شاء الله معانا النهاردة نموذج لأجدع ناس، هنشوف قصة ابطال الملاجئ وازاي اقدر اطلع من اطفال الملاجئ ابطال ان شاء الله يقدروا ينفعوا بلدهم ومجتمعهم وينفعوا نفسهم قبل اي شيء. زي ما احنا متعودين كل يوم بنبدأ حلقتنا مع فقرة الاخبار، تعالوا نشوف الاخبار اللي معانا النهاردة. 100 مليون جنيه لضحايا السيول، الرئيس يوجه بسرعة صرف التعويضات وتقديم المساعدات للمتضررين. هيكون في تخصيص 50 مليون جنيه لتعويض الأسر المتضررة أو الأشخاص المتضررين، و50 مليون جنيه لاستعادة كفاءة البنية الأساسية بشكل عاجل في المناطق المتضررة من السيول. طبعا تابعنا خلال اليومين اللي فاتوا وشفنا أن في مشكلة حقيقية في موضوع السيول، ربنا يحمينا ويحفظنا جميعا، وعلى المسؤولين التدخل ويكون في إجراءات ان شاء الله للتعامل مع ده. احنا داخلين على فصل الشتاء يعني كلها ايام، والموضوع هيبقى ده دايدا كده يعني متكرر او هيحصل بشكل دوري، فمحتاجين ان شاء الله ان احنا نكون يعني جاهزين لده. وكنت اتكلمت في حلقة يوم الخميس وقلت يا جماعة نستعد ونخلي بالنا والبنية التحتية وفرق التدخل والكلام ده كله، ولكن يعني تبقى الصورة حتى الان ان مفيش تدخل على يعني المستوى المطلوب بصراحة. خلونا نكون صراحة، نتمنى ان شاء الله ان يتم تدارك ده، لان لسه فصل الشتاء بيقول يا هادي بنبدأ في فصل الشتاء، والمتوقع كمان من خبراء الارصاد ان في حاجات كتير زي ده.
معلش لو كنت بعيد وازيد وهقول، لكن زي ما انتم شايفين الصوره بتشرح نفسها، ومش محتاجين نفضل كل يوم تحصل حاجه فنفضل احنا ناخد اجراء رد فعل ونقول اه يلا نبتدي نعمل هنا نشوف المتضررين. لا، ان شاء الله يكون في خطه محطوطه. القوات المسلحه توزع 100,000 كرتونه غذائيه على المتضررين من السيول، يعني مجهود مشكور، وفكره ان احنا ندعم طبعا اهالينا، والقوات المسلحه دايما بتكون موجوده في وقت الشده، ربنا يوفقهم ويعني يفضلوا كده سند للشعب المصري. التضامن بتعد حصرا بخسائر السيول في المحافظات لصرف تعويضات للمتضررين. كلها اجراءات كويسه جدا، ما عندناش مشكله فيها وما عندناش مشكله، بالعكس يعني بنشد على ايد المسؤولين في فكره انهم يعوضوا الناس ويشوفوا المتضررين واحتياجاتهم والكلام ده كله، ولكن زي ما بنقول وبناكد يعني خلونا احسن نكون عندنا وقايه للموضوع، ويبقى فيه كده يعني خطط محطوطه، لو حصل كذا بنعمل كذا، لو حصل كذا بنعمل كذا. وتحيه للمسؤولين على تدارك الامر. عفوا. طيب، وزارة الصحة خطة لكل محافظة للكشف عن المصابين الجدد بفيروس سي. تحية لوزارة الصحة وللجهد المبذول في موضوع فيروس سي. وكنا من كام يوم قلنا ان في خبر بإشادة من منظمة الصحة العالمية بالجهود المصرية في محاربة فيروس سي، ويعني الصحة مكملة في الموضوع، وبيقولوا ان التحليل البي سي ار بيتم في المعامل المركزيه المنتشره بالمحافظات. اي حد يعني يشتبه او يشك او حاسس ان عنده يعني اي حاجه توحي بانه ممكن يكون بيعاني من المرض ما يتاخرش ويروح طبعا يحلل، والكشف المبكر عن المرض جزء كبير جدا من علاجه. وتحيه لوزاره الصحه. التموين، انحسار مشكلة السكر وتوفيره للشركات الصناعية والمقاهي. وزارة التموين بتؤكد ان في استمرار لضخ كميات كبيرة من السكر في الاسواق والمجمعات الاستهلاكية. وانا بسأل فين؟ يعني بنقول برضو انا بنفسي نزلت بروح هنا وهنا وهنا، برضو في حتت كتير ما فيهاش. فانا مش بقول ان التقصير جاي من عند التموين ان هم مش بيضخوا، انت بتضخ وهي ما بتوصلش للناس. فيعني تحيه للمسؤولين، بنقول وبنكرر، نقول اللي لينا واللي علينا، تحيه ان في تحرك وان هما بيضخوا وبيعملوا، ولكن في دور تاني لا يقل اهميه عن فكره انك تضخ سكر في الاسواق، وهو الدور الرقابي، انك تكمل فيه، انك تضمن ان السكر بيوصل لمستحقيه. طيب، أخبار مفرحة. كنت اتكلمت مع حضراتكم عن بطلة مصر وبطلة العالم في الكاراتيه سارة عاصم، وقلت لحضراتكم إنها إن شاء الله يعني بإذن الله خلاص هتاخد الفضية أو الذهبية، وقلت ندعي لها ونقف وراها ونقف ورا أبطالنا المصريين كلهم. سارة عاصم أحرزت الميدالية الفضية في بطولة العالم للكاراتيه. تحية لسارة عاصم. مش هي بس، جيانا فاروق حصدت الميدالية الذهبية في نفس البطولة، وعمر عبد الرحمن خد الفضية في نفس البطولة، ورضوى سيد أخذت الميدالية البرونزية في نفس البطولة، وعلى مستوى الفرق منتخب مصر أخذ الميدالية البرونزية. تحية لأبطال مصر، تحية لمنتخب مصر للكاراتيه اللي قدر يشرفنا بخمس ميداليات في بطولة العالم للكاراتيه اللي كانت بتلعب في النمسا. هم دول بقى أجدع ناس، زي ما بقول لحضراتكم كده، اقفوا وراهم واستنوا منهم إن شاء الله كل خير، ادعوا لهم وقفوا وراهم ودعموهم، والمصريين بيثبتوا يوم بعد يوم، الشباب المصري بيثبت يوم بعد يوم انه قادر وانه معطاء وانه يقدر يشرف بلده ويرفع علم بلده ويشرف مصر في كل المحافل. طيب، محتاجين ايه؟ محتاجين دعم اكتر للناس دي، خاصة اللعب الفردية اللي زي كده. اما ياخد اما مثلا لعبة زي جيانا فاروق تاخد الميدالية الذهبية على مستوى العالم، لما سارة عاصم تاخد الفضية على مستوى العالم، لما بقية الأبطال المشرفين دول ياخدوا ميداليات كده ويشرفوا مصر على مستوى العالم، يبقى نقف وراهم وندعمهم وندعم الرياضات اللي بتشرف مصر بالشكل ده.
وندعم اللاعبين دول ونستنى منهم الاكتر. تحية ليهم كلهم، اقفوا وراهم وشيروا هاشتاج كده نكتب اساميهم كلهم وشير، عرفوا الناس بيهم، ما هم دول اجدع ناس بجد، اجدع ناس اللي بيقدروا يشرفوا بلدهم. ودي اول ذهبية لمصر في على مستوى يعني بطولة العالم للكاراتيه. فاقفوا ورا الناس دول، دعموهم وكتر شركم بقى، كتروا الشير بتاعكم شوية. لما بنلعب بس ماتش كورة على مستوى حتى الدوري الدنيا بتقف، دول شرفونا برا، وقفوا وراهم يا جماعة. وتعالوا احنا اللي نصلح الفكر، خلوا بالكوا احنا دايما بنشتكي وبنقول هي البلد ليه مش بتهتم بالموهوبين، هي البلد ليه مش بتدعم مش عارف ايه. طب ما انت حضرتك مش بتهتم، طب ما انت حضرتك تعرف ايه عن الناس دول؟ طب ما انت حضرتك لما عرفت انهم عملوا ده عملت لهم ايه؟ عملت حتى الشير اللي انت بتعمله عشان ماتش كذا وماتش كذا؟ فاحنا برضو خلوا بالكم احنا عندنا مشكله. طيب زي ما احنا متعودين في برنامج كلام الناس برضو بنستقبل شكاوى حضراتكم، وبنحاول قدر المستطاع نوصل صوت حضراتكم، اذا كان شكوى اذا كان اشاده بحاجه ايجابيه اي حاجه حابين تشاركوها معانا، ده برنامجكم، ده صوتكم كلام الناس. معانا استاذ، أستاذ محمد المدير، طيب أحد أصحاب المحلات التجارية بمنطقة الأميرية. أهلا وسهلا بيك أستاذ محمد، اتفضل. أهلا أهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل، شكوى ولا إشادة؟ لا يا فندم، دي شكوى، وشكوى مش فردية، دي شكوى بحوالي 65 محل سور مركز شباب الأميرية كله. سور مركز شباب الاميريه. تمام. طيب اتفضل. احنا حضرتك احنا مستاجرين المحلات دي بقالنا حوالي 35 سنه، بندفع ايجار للمحافظه حوالي 26 جنيه. 26 جنيه في الشهر؟ 26 جنيه شهريا. من 35 سنه. تمام؟ فوجئنا اللي 1/1/2015 المحافظه بتطالبنا ب 1750 جنيه ايجار شهري. 1750 جنيه للمحل الواحد، للمحل الواحد شهري، ايجار شهري. طبعا المحلات كلها اعترضت، فوجئنا ان راح عامل لنا قضيه. اول حاجه عمل لنا حجز على المحلات، وبعد كده هو راح عامل لي قضيه تبديد. فوجئت ان احنا جايين لي حبس شهر وغرامه، ولازم اتصالح في القضيه ديت. طب نتصالح يا عم، مفيش فيها مشكله. قال لك انت دلوقتي المفروض انت بتدفع، عملها لي سنوي، السنوي حوالي 20,600 جنيه. بيطالبني ان انا طبعا ان انا عشان امتنعت عن الدفع راح حاطط لي 30,000 جنيه عشان يبقى السنه بالغرامه 30,000 جنيه عشان اتصالح معاهم عشان يشيل القضيه اللي انا اللي هو عملها لي اللي هي بتاعت الحجز دي. 30,000 جنيه لكل محل. كل محل. لكل المحل، لكل محل فينا اتعمل له القضيه دي. وكله نازل له حبس وغرامه. والله احنا مش عارفين نعمل ايه، والناس كلها انت عارف ظروف الناس كلها تعبانه اليومين دول، ومحل يعني معلش في منطقه الاماريه في شارع سوق الاماريه استحاله يجيب الايجار ده خالص. يعني احنا طيب بنقول يعني انتوا كنتوا عاملين عقود مع المحافظه قبل كده ولا كان بشكل ودي؟ المحافظه طبعا. عقود؟ معانا عقود من المحافظه. عقود رسميه يعني بينكم وبين المحافظه؟ من المحافظه. ومعايا انطلاق رسميه من المحافظه بالايجار الشهري اللي انا بدفعه كل شهر. كان العقد ده مكتوب فيه ان انتوا كام سنه ولا ازاي؟ لا ده عقد مفتوح. مفتوح اللي هو بيسموه ايجار قديم كده اللي هو الايجار القديم. تمام. ثم فاجئوكم في 1/1/2015 ان الايجار غلي. الايجار غلي، تدفع 1750 جنيه. طب يا جدعان انتوا حتى حاطين لنا يعني حق انتفاع بالمساحه، حاطين لنا حتى المساحه اللي حاطينها يعني دي مساحه يعني غير التقديريه بتاعت المحلات، يعني مساحه اكبر كمان. مساحه عشوائيه كده من دماغهم خالص، راح هم حاطين المساحه اللي على مزاجهم. يعني احنا ما ولا حد نزل عاين المساحه اللي احنا المفروض الطبيعيه على المحل ولا حاجه، طلبناهم حتى اللي حد ينزل يشوف المساحه الطبيعيه وحاسبنا عليها. انا ما بقولكش لا، وفي نفس الوقت طالبني بايجار المعقول، يعني ما تطالبنيش بالايجار يعني من 26 جنيه لا تدفع 1750 جنيه. طب خلينا نكون عمليين يا استاذ محمد، انتوا يعني كناس اصحاب محلات تقريبا الايجار المعقول بالنسبه لكم اللي هو كام تقريبا؟ تقريبا احنا يجي دلوقتي يمطر المحل يشوف الايجار، اللي معلش المحلات مش موحده،
كلها في مساحات صغيره في مساحات كبيره، يجي يشوف المساحه اللي المفروض اللي احنا نتحاسب عليها ايه، تمام، ويجي يشوف المنطقه الايجار اللي ماشي حاليا دلوقتي فيها ايه وحاسبنا عليه. طب ما تقول لي رينج كده عشان احنا لما نتكلم يبقوا المسؤولين سامعين. الرينج ماشي من 400 جنيه ل 500 جنيه. من 400 ل 500. من 400 ل 500. طيب شكوى حضرتك يا استاذ محمد وصلت ومستنيين طبعا رد من محافظه القاهره وحي الاميريه، يعني نشوف الناس 65 محل ما هواش عدد قليل، وفكره ان احنا يعني نيجي نغير لهم العقود طالما كان معاهم عقود فاحنا نتدخل فجاه ونحط عقود جديده. مش بقول طبعا 26 جنيه طبعا يعني مبلغ قليل جدا وما ينفعش يفضل ماشي، ولكن يعني نتفاوض مع الناس نقعد معاهم ونشوف هم عايزين ايه واحنا عايزين ايه ونوصل لحل وسط كده. ويعني 65 محل يعني 65 اسره او اكتر، لان المحل الواحد بيبقى شغال فيه مثلا اكتر من شخص، يعني يكون التعامل مع الناس بشكل الطف، وان شاء الله يعني نثق في ان المسؤولين باذن الله يعني يتفاعلوا مع الموضوع ويقعدوا مع اصحاب المحلات كده ويصلوا ل يعني حل وسط. هو بيقول من 400 ل 500، لو زادت مثلا بقت 700 800 يعني في الرينج المعقول، ونمطر المحلات ونحل مشكلات الناس. طيب معانا الخدمه. طيب زي ما احنا متعودين في كلام الناس كل يوم بيبقى معانا خدمه من الخدمات بنحاول نسهل على حضراتكم اجراءات معينه. الخدمه اللي معانا النهارده الاجراءات المطلوبه لاستخراج تراخيص الاتجار في الاسمده الزراعيه. تعالوا نشوف الخدمه ونرجع نكمل. اجراءات استخراج تراخيص الاتجار في الاسمده والمخصبات الزراعيه نقابه المهن الزراعيه المختصه. اعتماد الطلب من السجلات لإثبات قيد المستثمر وانتظامه في السداد، ثم تسليمه شهادة تفيد قيده كمهندس زراعي. الرسوم المقررة 21 جنيه و50 قرشا. المستندات المطلوبة صورة رسمية من قيد السجل التجاري والأصل للاطلاع، صورة رسمية من البطاقة الضريبية والأصل للاطلاع، صورة الرخصة الصادرة من الجهة المختصة بإقامة المحل والأصل للاطلاع، رسم كروكي لكل من الأمكنة المخصصة لتجارة الأسمدة والمخصبات، صورة من عقد الإيجار أو الملكية أو الشركة المسجلة بالشهر العقاري، شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد قيد المدير الفني المسؤول عن المتجر أو المخزن المطلوب الترخيص له بسجل المهندسين، شهادة تأمينات عن المهندس الزراعي المسؤول عن المتجر أو المخزن. تقوم مديرية الزراعة بالإجراءات اللازمة للتأكد من توافر شروط حماية البيئة وفقا للقوانين السائدة. حتى لا ننسى احنا لسه في شهر اكتوبر شهر الانتصارات، مش عايزين ابدا يبقى يعني احتفالنا بانتصار اكتوبر في موسم او ايام محددة وننسى الابطال الشجعان اللي يعني قدموا وبذلوا كتير قوي عشان خاطر بلدهم وعشان خاطر احنا في الاخر نعيش في امان ونعيش مرفوعي الراس بكرامه. تحيه لابطال نصر اكتوبر كلهم، تحيه للشهداء، تحيه للمصابين، تحيه للاسر نفسها، تحيه لرجاله مصر كلهم. ما كانش في اعتقد اسره في مصر الا ومنها واحد او اثنين او اكثر مشاركين في النصر العظيم ده، فتحيه لشعب مصر كله ولقواتها المسلحه. احنا يعني من باب ان لازم نذاكر للاجيال اللي طالعه ونعرفهم بقيمه النصر العظيم وبقيمه اللي عملوه ابائنا واجدادنا من ابطال حرب اكتوبر، في ندوه عقدت في مدرسه القبه العسكريه عن الحرب وعن ابطال حرب اكتوبر. الابطال بنفسهم راحوا زاروا المدرسه وقابلوا الطلبه عشان يشرحوا لهم ويذكروا لهم يعني عن النصر العظيم ده. تعالوا نشوف التقرير ونطلع لفاصل ونرجع نكمل. لواء طيار محمد أبو بكر حامد، أنا كان جيت هنا الحقيقة على صاحب هذه المبادرة، قابلت السيد وزير التربية والتعليم ووزير الشباب والرياضة وعرضت عليهم ان الساده الضباط اللي تركوا الخدمه ننقل خدمتهم لشباب الجيل. احنا خدمنا البلد لكن لغايه اخر نفس عايزين نخدم البلد. احنا طبعا شايفين جيل الشباب الانتباع بتاعه اقل شويه ولازم تكون صرحه مع بعض. الشباب ده عايز وعي
وعيه كتير. حاربنا في 73، عدونا كان معروف وكنا مواجهين له. مصر تمر بأصعب أوقاتها، وأشرس حرب عدو مجهول هو عدو الإرهاب. إحنا خلصنا 73، لكن مستعدين ندي وندي وندي، لأن المستهدف في مصر دلوقتي وشبابها الحرب الرابعة، حرب المعلومة، حرب الأشاعة، حرب النت، حرب المبالغات في كل شيء. إحنا جايين عشان نقول للشباب: يا شباب أنتوا اللي هتستلموا الراية، يا شباب حسبوا على نفسكم، يا شباب عدو مصر يقصد شباب وشابات مصر. احنا محتاجين يبقى عندنا ولاء وانتماء. اذا اصبح هذا الجيل له ولاء وانتماء زي ايام 73 او من 43 سنة، احنا مصر هتعدي مراحل كتيرة جدا، هتعدي صعوبات كتيرة جدا. برضو اللي ينقصنا هو العمل الجماعي. ما يبقاش حضرتك، انا افتكر حتى لما كنت في المدرسه، يمكن لما جيت المدرسه برضو ادت الواحد كده، فكرت الواحد بشويه ذكريات. فاحنا كنا في المدرسه اعتقد ان احنا كان التيم ورك ازيد، كنا العمل الجماعي اكتر، كان اللي بيجيب سندوتش بيقسمه على الفصل كله. هو ده اللي احنا محتاجينه. محتاجين برضو الاخلاقيات في المدارس. احنا يا فندم بنعاني من مشكله الاخلاقيات. يا سلام لو بقى في محاضره، كل محاضرة عن الأخلاقيات دي، نقطة مهمة جدا. وأنتم الذين رفعتم راية الكرامة والعزة للمصريين. الهدف من المبادرة اللي احنا نخلق جيل سوي، يعني لازم يكون في جيل سوي عشان يبقى في مستقبل أفضل لمصر. وانا لما استضفت قاده من الجيش حرب اكتوبر، علشان هم اكتر ناس عندهم القوه والعزيمه وروح الفداء والتضحيه، فهيدوها اكيد للطلبه ويستمدوا منهم. بقول لهم: يا شباب مصر امانه في رقبتكم، لازم تحافظوا عليها، حافظوا على مصر. انتوا اللي هتتولوا الامانه بعد اجيال اللي انتصرت وسردت الارض لمصر وسردت كرامه مصر. انتوا اللي عليكم الدور يا شباب مصر، انكم تتحملوا الامانه، واحنا عندنا ثقه فيكم باذن الله. شباب مصر كلنا ثقه فيه انه هيحافظ على مصر باذن الله، ولا يستمع الى الاشاعات، ويعلم ما يحاك لمصر والمنطقه العربيه من مخططات بالخارج. وانا في الندوه ذكرت بعض هذه المخططات بالخرائط اللي بتحاول تقسيم المنطقه على اساس طائفي. على مصر. أكثر الفقرات المحببة لقلبي كده في برنامج كلام الناس هي فقرة أجدع ناس. بحب دايما نقف مع المصريين الجدعان اللي مش بيفكروا في نفسهم وبس، اللي بيبقى شغله الناس، اللي بيشتغل على نفسه وبيطور من نفسه ونفسه يعمل حاجة ونفسه يحقق حاجة، مش فكرة بس ان انا احقق نفسي وذاتي وانجح في مجالي وبس. منورنا ومشرفنا كابتن مصطفى اكشن، بطل العالم في الكيك بوكسينج ومدرب اللياقة البدنية وصاحب فكرة او مشروع انت معجزة. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. شرفنا ومنورنا. شرف لي ان شاء الله. ايه المشروع الجميل ده؟ يعني انا عارفه بس الناس بقى عايزين يذاكروا معانا كده. لا، هو المشروع دوت، اولا احكي لك البداية خالص. اتفضل. انا اصلا بطل عالم كيك بوكسينج، ولكن في ظروف اللي كانت صارت قامت فيها كان الاتحاد كيك بوكسينج كان فيه تخبط كتير، وكنا بنطلع دورات او بطولات مفتوحه، حاجه اسمها بطوله العالم للهواة المفتوحين. فبنبدا اطلع البطوله، فكنت بلعب مع لاعب روسي. لاعب روسي ده كان هو اللي عمل الاصابه في رجلي. بعد ما عمل الاصابه كان بيضرب بعد الحكم مصفر بثلاث دقائق. فبدا فبقوم في جديد. انا حتى انا استغربت الموضوع، يعني ايه ده؟
فحسيت بيه الموضوع، فاتكلمت على الموضوع بعدها، لقيت ان اللاعب ده كل سنه ليه حادثه كده، ان اللاعب ده اصلا ليه ضحايا، متربي في ملجا اصلا من ضمن اللاجئين الروسيين، وعنده حاله نفسيه جدا ان هو مش بيطيق حاجه اسمها اب وام والكلام ده لاي حد كده، بيحس ان هو انت احسن منه. فعمل الاصابه دي، فجيت بعد كده الدوله كرمتنا الحمد لله وبطلت رياضه، اعتزلت اشتغلت في فيتنس. بدا يجي لي فكره ازاي ان انا اساعد الاطفال الايتام دول، بس اساعدهم بالطريقه الصح مش اللي هو كان فيها، لان هو اتعالج خطا او هو اتعامل ان هو اتعالجنا رياضيه بس ما عالجناش نفسيا. حلو، يعني انت خدت يعني انت اتعرضت لمحنه معينه بحيث ان انا اخد حاجه كويسه. بدات ان انا اشتغل على المشروع، افكر فيه ان انا ازاي اعمل ايه الموضوع، عملته حاجه صغيره كده، اطفال صغيرين بس اللي هم ايه، ابن بواب، ابن كده بس والده ميت عايش مع والدته وبيبيع جرايد، جبت اشتغلتهم عندي في الجيم حاجه كده 10 اطفال. انت تقصد الاطفال مثلا ما عندوش امكانيات ان هو يروح ويتدرب، انت بتجيبه وبتمرنه بدا الموضوع يبقى كويس ولقيت منهم استجابه. طب ليه بقى الموضوع ما يتشعبش وادخله في منطقه الاطفال الايتام اللي هم بتوعات الملاجئ، لان في ايتام طبعا متشعبين كتير في اكتر من جهه، بس انا بتكلم استهداف الملاجئ اللي هم ما لهمش اب وام بقى دلوقتي. طب بالراحه، انت معجزه عايز تعمل ايه؟ عايز معجزه، ان انا عايز ادخل دار الايتام ان انا اعمل فريق. اول حاجه هبدا اشتغل معاهم كانت معجزه، هضم مجموعه الاطفال اللي موجودين في مصر. بعد كده هعمل حاجه اسمها الكشف الطبي، طبعا هيبقى فيهم ناس كتيره جدا اللي يقدر تعب قلبه والكلام ده هيستبعدهم الموضوع، ان هلعب رياضه اكتر من 3 العاب، كونغ فو، كيك بوكسنج، تايكوندو او سباحه، يبقى 4 العابات. بعد كده هبدا اشتغل معاهم على الجانب النفسي، مش ان هو عليهم نفسيا، لا هشغلهم بالتنميه البشريه، تاهله نفسيا. طبعا، لان هو بيبقى متدمر جوه من داخل الملجا، انت عارف المشاكل اللي بتحصل في الملجا من الاعتداء والكلام من ده. بعد كده بعض الملاجئ برضو خلينا يعني 75% ما يصلحوش الملاجئ، و 25% ناس بتقي ربنا وعامل حاجه كويسه جدا. وانا متابع كده، انا دخلت ملاجئ من فتره واتمنعت منها، يعني حاولت اجرب الموضوع، كله مستني لازم اجيبها لك من فوق من الوزيره. ما ينفعش ادخلك كده واديك طفل وتمرن جوه، لا مش عايزين بره. فحد دلوقتي في استمراريه ان احنا نحاول مع الناس. طب بالراحه، انت عايز تدخل مثلا لاطفال الملاجئ، طب هتمرنهم فري من طبعًا غير اي حاجه؟ طبعا انا معايا رعاه رسمي، يعني ناس مش بيشتغلوا بفلوس بس معايا ناس معاهم فكر. يعني كل هدفك ان انت تستثمر في الاطفال الجمال دول وتطلع منهم ابطال زيك كده يشرفوا العالم. دول دول في ظرف سنتين المشروع يبقى ابطال. بس اديهم الامكانيه، انا مش محتاج لا فلوس، انا محتاج امكانيه، محتاج مكان يتمرنوا فيه، محتاج دعم معنوي للاطفال دول، محتاج ان انا يكون معايا مشرفين محترمين حتى من الوزارات داعمني ادخل الملاجئ واعمل كده. لكن الملاجئ رافضين ان ادخل اعمل اي حاجه في ملجا، لان صعب ان انا اخد طفل اوديه بره في اي مكان. بالظبط. فانا طبعا هبدا المشروع، بعد الجانب النفسي بتاعهم هبدا اخصصهم في كل لعبه بعد ما اعمل 3 شهور تاهيل بدني ليهم، هيبدا اللاعب من دول يعرف هو عايز يعمل ايه وبيحب ايه. طب انت بتقول بدات بالفعل مع بعض الاطفال مثلا يعني في دائره المعارف او بتاع اللي هم من غير اب، لكن ام موجوده، يعني بنت واحد، طفل طفل صغير مامته بوابه في جراج، ببدا لهم يعني جنب الجيم، جنب الجيم بسيط. عندي وامرهم في الجيم، بس لقيتهم ان هم ابطال دلوقتي ما شاء الله، عاملين حاجه كويسه جدا. عندي طفل 7 سنين اسمه محمود، ده عامل عضلات وشكل جميل جدا تتبهر بيه. طب ليه انا ما استغلش بقى الموضوع في الاطفال الايتام دول واخدهم في الملاجئ دول ومرنهم؟ انا مش عايز اصلحهم بره، انا اخليهم في الملجا نفسه، بس جهز لي ملجا فيه مثلا 300 400 طفل ابدا اعملهم التجربه. انا مش عايز اعمل على 1000 طفل، هعمل على 400. بعد كده لو ربنا وفقنا وان احنا نقدر نسجلهم عندنا بدل النادي، هعمل بروتوكول بالتضامن الاجتماعي وبين وزاره الشباب ان انا اسجل الاطفال دول بدون مقابل فري في اي نادي يكون تابع ليهم الهيئه اللعبه احنا بنلعبها. طب ناس كتير هتلاقيها دلوقتي بتستفسر وبتسال، يعني انت بتعمل ده ليه يا كابتن؟ والله انا في الميديا انا الحمد لله معروف، يعني انا في ميديتي وفي شغلي انا كبتاع اكشن والكلام ده واللي كان انا معروف مش مستاهل، لكن انا لا عايز منها منقه ولا جمال. انا الموضوع اثر ان انا بشوف اصلا الموضوع ده في اطفال، بين تحرشات بيحصل في الملاجئ، بين هروب من اطفال الشوارع، بشوف التصرف طبعا بتشوفهم بيشتغلوا وقت في الشارع بيبيعوا اي حاجات والكلام ده، بقى الموضوع منتشر. طب ليه انا ما استغليش الاطفال دول في حاجه؟ وبعدين انا مش عايز اشتغل مشروع لوحدي، انا عايز كل الناس تدعمني، انا مش عايز فلوس من حد ولا عايز ان انا جمعيه تاهلني ولا عايز الكلام ده، انا عايز الناس تشتغل معايا بما يرضي الله. انا مش حابب الموضوع، الموضوع ده ربنا سهل وبقى ابطال مش هيبقوا ليا، هيبقوا لهم هم، وهيبقى واجهه مشرفه ان مصر بتعمل حاجه. ان احنا النهارده شفنا تجارب كتير جدا مع مستر سليم سحاب مثلا، عمل الاطفال اللي هم الكبار دول عملوا شغل كويس. طب ليه ما نستغلش الطاقه الايجابيه بتاعتهم بدل السلبيه ان هم يطلعوا يعملوا مخدرات او يبقى بالعكس الشارع. انت هتفيد بيهم وهم هيستفيدوا وهتاهلهم ويطلعوا يعني ناجحين. احنا المعاقين عندنا ذوي الاحتياجات الخاصه عملوا ارقام كويسيه وهم ذوي الاحتياجات الخاصه. طب الطفل ده لو استغلته واستثمرته صدقني هيعمل لك ايرادات عاليه جدا وهيرفع اسم مصر. يمكن الامل فيه هو، طب ما اللاعب الروسي كان بيلعبني ده، طب ما هو واحد مش من اب وام بس بيطلب ملجا، بس هناك بيهتموا بالموضوع ده. ما عندهمش حاجه اسمها ده طفل يتيم، لا ما تهمشوش، خلي ده
في الموضوع. يعني انت اللي حبه او نفسك ان شاء الله يتم ان يكون في بروتوكول او تعاون كده مع الملاجئ ويكون في مكان انت وانت متكفل بالموضوع، هتؤهل معايا مدربين متطوعين، ما عنديش حد ياخد فلوس، مش هنزل محافظات دلوقتي، هبدا على القاهره الاول. اذا قلت لك هعمل تجربه على 200 طفل بالظبط، بدينا ناهلهم ولقينا فيهم ثمره كويسه، طبعا ده كله هيبقى تحت الوزاره التربيه والتعليم، وطبعا إشراف. لان الموضوع لازم يكون ماشي رسمي، هيبقى تعاون بيننا وبين الشؤون الاجتماعيه، هيبقى وزاره التضامن الاجتماعي برضه زي ما قلت لك، وشاب ورياضه. قدمت اي حاجه للوزاره ولا قدمت وتلمى في الورق؟ ما حدش رد عليك حتى الان. لازم يعني عشان توصل للمشروع لازم توصل للوزيره، وطبعا عشان توصل للوزيره لازم هنوصل ان شاء الله ان شاء الله يعني الحمد لله. بس انا معايا دلوقتي مدعمين كده، معايا فانا رانيا فريد شوقي، معايا وفاء عامر، كل دول ناس مدعمين للفكره، عايزين يعملوا خير. الناس دي يعني على مستوى الشخصي بيعملوا خير. طيب احنا اولا يعني بقول لك ان احنا ان شاء الله برضو معاك في الفكره، برنامج كلام الناس، وانا شخصيا معاك ان شاء الله باذن الله. لازم انت معجزه باذن الله وتقدر تكمل فيها. معانا مين؟ معانا الاعلاميه شذا، احد الداعمات للفكره. اهلا وسهلا بيك. الو، اهلا وسهلا، السلام عليكم. اهلا وسهلا، ايه الاخبار؟ ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا مصطفى، عامله ايه؟ اخبارك ايه يا شذا؟ الحمد لله. انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله. الكلام الحلو ده، دي من مدعمين الفكره اصلا من اول البدايه خالص. من اول ما بدات. من اول ما بدات هي معايا. يعني دي من الناس الاعلاميين المحترمين اللي بحترمها جدا، بتعمل حاجه لوجه الله، يعني ما عندهاش ان هي تقول لك بقى انت هتعمل، لا دي لله كده وخلاص. حد من الناس المحترمين. اهلا بيكي. وليه بتدعمي الفكره؟ يعني اهلا بيك الاول في كلام الناس كده، وقولي لنا ليه بتدعمي فكره زي دي. اهلا بحضرتك. اولا انا عايزه احيي جدا وجود مصطفى دلوقتي معاكم. مصطفى من الشخصيات القليله جدا دلوقتي في البلد. اتمنى يعني كشذا ان يكون النوايا بتاعت مصطفى دي موجوده، ان يبقى في مدرب بروفيشنال حتى عارف هو بيعمل ايه، في نفس الوقت مجمع حاجات كتيره وتولز كتيره جدا معاه، بيحاول يعمل حاجات خير، وفي نفس الوقت واحد دارس وفاهم هو بيعمل ايه كويس جدا، وشغال مع فنانين وشغال مع ناس عاديه، ويعني مطلع على حاجات كثيره جدا. انا اتمنى ان النوايا بتاعت مصطفى دي يا رب تبقى يعني فيهم مصطفى واحد واثنين وثلاثه وعشره منه. هنتكلم على المشروع بتاع مصطفى. اكشن عامل مشروع حلو جدا، بجانب ان هو بيتعامل مع الفنانين، وبجانب ان هو بيتعامل مع طبقه تعتبر من الطبقات اللي موجوده في البلد العاليه شويه، في نفس الوقت هو عايز يساعد الناس اللي ما عندهاش قدره او مقدره ان هي. تقصدي تقولي ان هو يعني برضه بيقوم بدوره اللي هو على كل واحد فينا دور مجتمعي، يعني برغم ان هو ماشي في شغله وفي حياته الشخصيه كويس. يعني هو مش محتاج ان هو يفكر في النوعيه دي من الناس، يعني هو لو واحد غيره يقول ليه يعني انا اوريدي تمام وانا حلو جدا في كتير. عشان كده هو موجود معانا النهارده اجدع ناس، والا ما كانش هيبقى موجود لو ما عملش ده. بالظبط كده، هو من اجدع الناس فعلا. هو حتى شخصيه كمصطفى من اجدع الناس اللي ممكن حد يقابلها في حياته. هو انسان من جواه فيه خير، فهو حتى في شغله عايز يوظف الخير ده. فالمشروع اللي هو عامله ده انا اعتقد ان اي حد يسمع عنه او يعرفه هيشجعه فيه. انا كلمني انا شخصيا من فتره قريبه مش كتير عن الموضوع ده، انا قلت له انا معاك قلبا وقالبا طبعا، لازم وانت بتدي وكلنا معاك يعني. تسلمي لي. طيب احنا بنشكرك يعني على المداخله الجميله دي، وان شاء الله يعني تكملي برضو معانا. احنا كمان بندعم مصطفى في اللي بيقوم بيه، وانت وغيرنا كلنا ان شاء الله كلنا ندعم، طالما فكره ان شاء الله هتفيد يعني المجتمع وهتفيد فئه يعني ناس كتير ممكن تكون مش حاسه بيها او مش في دماغها. فيعني وبكرر دعوته هو لوزاره التضامن ان لما تكون في فكره زي دي لا نسمع، يعني نشوف الناس عندها ايه، مش بنقول الشباب والشباب يقدروا والشباب عايزين يعملوا ولا عايز فلوس، ولا حتى هكلفكم انتوا تدريب الناس دول، هو اللي هيأهل ويدرب ويعمل وهيتحمل وهيقدر يسوق الموضوع ويشتغل عليه. فليه ما نسهلش ويعني الموضوع يكون بأيسر وبأسهل من كده. انا منتظر طبعا رد وزارة التضامن وهنتابع معاك، وقبلنا ان شاء الله داعمين ليك. طبعا شرف ليا. ان شاء الله. كلمني بقى عن المردود، يعني الناس برضو عايزة تفهم، انت دلوقتي لو جيت انت قلت ان انت اشتغلت على بعض الاطفال، وصلت معاهم لايه؟ يعني عندي دلوقتي اطفال واصلين لمرحلة ان هم ابطال قاهرة دلوقتي، يعني عندي طبعا السن بيحكم في البطولات، لان انت عندك معين اللي ما ينفعش تطلع بطولة عالم بره لما يكون سنك معدي 16 سنة او كده. فانا النهارده بشتغل معاهم على قدر الامكان المستطاع معايا كفي جيمي انا او في الاماكن اللي الناس بتساعدني.
عادي الناس دي شغاله كويس بس يتاهلوا يعني ممكن يوصلوا لحاجه كويسه جدا. لكن بتتكلم انت على الموضوع المشروع نفسه اديني مثلا سنه مشروع اللي احنا بنعمله ده وانا اوصل لك لدور ابطال جمهوريه. انت بادئ تقريبا من امتى؟ من سنه. من سنه. من سنه من سنه من بعد البطوله على طول. تمام. جبت الاطفال دول يعني وجابوا بالصدفه كمان ده طفل كان بيقعد يتفرج عليا من بره الجيم كده نت عليه جاب لي الشباب بتوعه بقى فمرنتهم واستجابوا يعني قلت هيلعب يومين ثلاثه ويروح هيمل لا لقيته عايز يكمل. فبالتالي النبتة دي لازم ننميها مش اي حد هيسيبه ويمشي او مش حابب الرياضه لا في ناس عايزه والدين دول احنا معانا خمس لعبات مش لعبه واحده اكيد هتلاقي من دول عندهم غريزه كويسه لانك ما تعرفش ابوك كان ايه امك كانت ايه غريزة الجينات نفسها هتاثر معايا ان ممكن تلاقي واحد فيهم يطلع بطل عالم يدعينا بعد كده انك صح. تحيي حياه انك تخلي طفل من دول وهيبقى لو واحد فيهم وصل صدقني هو هيجيب بعديه ما هو لو انت اديته فرصه بالظبط صح ابدا يشتغل معاك انت كنت زي رحت قصه مش كنت عارف دول هيعملوا ايه وعملوا بطولات وجابوا ميداليات ذهبيه وبسم الله ما شاء الله. وحتى الفكره ان انت لما انت تتحرك كده وجارك يتحرك كده وجارك يتحرك كده هتبقى الدعوه بقت عامه والناس الناس تدعم الناس ما تتكلمش بس تقول لك احنا معاك انا عايز انا سمعت انا عايز ناس تبقى تدعم تقول لي بكره احنا هنعمل 1 2 3 4 وهنشتغل على اطفال الايتام دول عايز النهارده انا مش طالب انا عايز ادخل ملاجئ الايتام او الاطفال دول اعمل معاهم انت عايز بروتوكول مع وزاره القضاء يدخلوك ما انا مش عارف ما انا عايز دي ان شاء الله سيبها علينا باذن الله احنا ان شاء الله نقدر انا الجواب انا عندي هنا شرح المشروع كله عندي اهو انت لم يتم الرد عليك نهائي قال انا يعني ما اتقلتش اترفض اتقبل ولا اي حاجه انا اتقدمت 4 مرات حد شاف لي حد في الوزاره قال لي اسبوع هرد عليك اترمى طب اوصل الوزير اترمى حد من صحابي طب هنكلم الوزيره اترمى طب اعمل ايه يعني ما اتقلكش لا ولا اي حاجه مشروع جميل جدا طب سيبه لنا هرد عليك كمان اسبوع بقى لي الوقت بتاع سنه الوقت سنه ونص ما حدش رد عليا منهم طب احكي لي انت تحركاتك ازاي دخلت مثلا ملاجئ حاولت رفضوني كلمه ان انا ادخل ملجا ان انا كلمه ان انا اقول يا جماعه انا عايز امرن ايتام هنا بيحس ان انت داخل على يعني بالداخل كده انت كده هتفركش لهم حاجه بيعملوها طب هادخل امرن الناس من غير مقابل اديها فكره حتى يعني كنت الاول عايز اعملها بين مصطفى وبين مثلا ملجا لا احنا عايزين جهه رسميه جبت جهه رسميه جبت جمعيه مشهره واشتغلت بيها كمشروع لا احنا عايزين التضامن الاجتماعي هو اللي يدينا اوردر من فوق ان احنا نشتغل معاه خلي بالك برضه هم خايفين يعني احنا عندنا الشق الحكومي ده فيه من الاجراءات اللي ممكن انا طب اجيب اجراءات منين؟ طب انا المشروع ده واقف كده اجيب اجراءات منين؟ ما هو اللي هيقف معايا النهارده مش هيقف معايا بكره ما انا عايز استغل الفرصه الناس دي بتدعمني احنا بص كمصريين عندنا الطاقه اللي هي ممكن تاثر علينا قوي في لحظه ممكن نفجر الدنيا بطاقه ايجابيه بس وقتها قصير يعني لو الناس لو خلاص. الموضوع ما تمش الناس هتهدى بتمل فانا مش عايز ده انا عايز كل الناس زي شذا والناس تشتغل معايا اول ما يلاقوا كده مؤتمر مثلا كويس كده مع الوزيره تقول يا جماعه انا مع الشباب دول ومع الناس دي الكلمه دي هتحيي ناس كتير جدا تحتنا وهيقولوا احنا معاكي كوزيره الوزيره لوحدها مصداقيه لوزاره كامله طبعا ده كله هيتفتح لك لما تنزل تقول يا جماعه نفتح وانا مش عايز ابقى انا معايا مشرفين انا عايز مشرفين من عندها ينزلوا معايا انا يفتحوا الملاجئ خلوا الانسان دوت او الشاب ده يمرن هنا الاطفال دول واديني تجربه على 200 طفل بس. طيب معانا تليفون برضو تاني من الناس اللي داعمين لكابتن مصطفى فنانه منى جلال اهلا وسهلا السلام عليكم. مساء الخير عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ مهند ازيك؟ الحمد لله بخير اتفضلي. الحمد لله كابتن مصطفى ازيك عامل ايه؟ اهلا بيك يا منون ربنا يخليكي. حبيبي انا بدعم الحمد لله اللي انت عاملها مشروع قد ايه مهم جدا ان يبقى عندنا الاطفال الايتام محتاجين فعلا رعايه ومحتاجين فعلا ان هم لازم نشتغل يتعلموا رياضه اعتقد ان هي هتبقى حاجه كويسه بدل ما هم يبقوا متشردين في الشارع او يطلعوا ما عندهمش صنعه او يطلعوا ما عندهمش حاجه بالعكس انا بشوف ان هم صغيرين هم يعني لما يكبروا شويه بشويه هيشرفونا في كل الدول طبعاً وكل الالعاب والاولمبيات والحاجات دي. طيب انا معاك تشكري على مصطفى خلص. يعمل ايه دلوقتي؟ يتحرك ازاي؟ يعني هو راجل بيقول انا خدت كل السبل وما فيش استجابه حتى الان تشكري عليه يعمل ايه؟ لا انا يعني انا شايفه ان احنا لازم السوشيال ميديا تهتم شويه بالموضوع ده لان انا شايفه دلوقتي ان السوشيال ميديا هي المتحكمه في كل حاجه لازم احنا كمان ندعم مصطفى اكتر لازم احنا كمان نوصل له فكرته لاي حد يقدر يعمل لنا اي حاجه ندعمه كمان بالسوشيال ميديا اكتر اعتقد ان الوزيره او الوزراء او اي حد مسؤول هيهتم بالموضوع واتمنى ان شاء الله ان هو يطلع للنور.
فكرتك كويسة جدا، بنشكرك الفنانة منى جلال طبعا، بنشكرك. وحلوة الفكرة اللي هي قالتها، فكرة السوشيال ميديا، هي بتقعد تكلم الناس على فكرة في أي مكان، يعني تدخل أي مكان ايفنت حفلة تقعد تكلم الناس، يا جماعة في فكرة كذا بنعمل كذا، لا من مدعمين. طب يلا نطلق احنا كمان كده أنت معجزة، هاشتاج أنت معجزة يا جماعة، كل واحد فينا بقى إيه هاشتاج كده على الفيسبوك أنت معجزة، تويتر أنت معجزة، خلاص يعني على قد ما نقدر كده ان شاء الله عشان ندعم كابتن مصطفى في اللي هو بيقوم بيه، وده ان شاء الله هيرجع لنا احنا كلنا بالخير، بفكره انك مش نفسك تعمل حاجه لطفل يتيم وتبقى مساعد في الموضوع ده، طفل مثلا من الملاجئ مش عايز تبقى مساعد في حاجه زي دي، طبعا كلنا يعني تبقى حاجه حتى من باب الثواب، من باب ان انت هتنمي اطفال زي دول وتستثمر فيهم، من باب ان انت هيرجع حتى بالنفع على بلدنا، لان يبقى في طفل بيشرف بلدنا في محافل دوليه ولا بطوله عالم وخلافه. فهاشتاج انت معجزه، هاشتاج انت معجزه او انت معجزه، كلنا نشير، واحنا ان شاء الله شغالين على الاتجاه الرسمي باذن الله، احنا برضو باذن الله كبرنامج بإذن كلام الناس أتمنى ان شاء الله أنا يعني هنوصلك باذن الله بشكل مباشر يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بوزاره التضامن، ويكون في اخبار حلوه يا رب. بس قول لي انت بتطمح لايه، يعني سقف طموحك ايه على المستوى ده اللي هو بتاع يعني الفكره بتاعت انت معجزه؟ انا يعني انا في 2016 لو الاطفال دول بدانا نشتغل عليهم نفسيا وطبيا ورياضيا لمده سنتين جايين، انا بتامل لك ان احنا لو عملنا بطوله العالم واستضفناها في مصر هنا كاول بطوله عالم لاطفال الايتام تتعمل في شرم الشيخ مثلا كتنشيط سياحه، بعد فتره هتلاقي رد فعل ان انت هتطلع ابطال عالم من الناشئين والصغيرين اللي ممكن يحترفوا بره، بره مصر بيفكروا غيرنا خالص في الموضوع ده. فمش ممكن تلاقي طفل عنده 10 سنين ومحترف في مكان تاني بألعاب فرديه، انت عندك هنا كل الموضوع، اذا ذكرت كلمه رياضه فاذكر كره القدم. بالظبط. اذا ذكرت كره القدم اذكر الاهلي والزمالك. لسه كنت بتكلم في ده والله قبل ما فيش كلمه ألعاب فرديه، انت عندك هنا ما يقل عن 30,000 لاعب، يعني احصائيه 30 اللي فاتوا دول ابطال عالم. ألعاب فردية اللي تتخيلها سكواش، كيك بوكسينج، تايكوندو، لسه راجعين اهو ابطال منتخب مصر كاراتيه من بطولة العالم اهو. حضرتك انا رجعت بطولة العالم كيك بوكسينج، انا معمول لي مكافأة 5700 جنيه كبطل عالم. ده حلو قوي، 5700 جنيه انا جايب هدايا من بره ما يكون 35,000 جنيه لاصحابي اللي هيقولوا مبروك اللي بطل العالم جاي لنا من بره. فده اهانه للاعب الرياضي، اللاعب الرياضي النهارده اللي بيلجا ان هو يبقى بادي جارد في افلام او مسلسلات عشان يقدر يصرف على نفسه عشان بطل، مش في حد بيدعم الحاجات دي. ده شق تاني مهم. فالالعاب الفرديه مخدوم حقها في مصر، انك كلمه رياضه في مصر هي كره القدم، فبالتالي لازم مشروع زي ده. بس اقول لك على حاجه كابتن مصطفى، وخلينا احنا نكون صراحة برضه. اتفضل. الموضوع ده مش جاي من الدوله بس، برضه احنا كناس كاشخاص عاديين احنا برضه ما عندناش غير هي كره القدم بصراحه. يعني انت حتى لما يبقى في ماتش حتى في دوري، يعني ماتش داخلي كده، انت وصلت كاس العالم كام مره؟ ما وصلتش. هو هي مره اللي هي مره، انت عندك كام بطل عالم هناك؟ انت لو اتفرجت النهارده على بطل عالم لبناني ولا اردني هتلاقي قيمه الوقت. يعني انا كان بيلعب معايا من ضمن البطولات في 2012 دلوقتي وزير الرياضه في لبنان، وشاب عنده 38 سنه. انت بتكلمني في حاجه، لا خلي السوشيال ميديا زي ما منى قالت تهتم بالالعاب الفرديه. معانا تليفون مهم، استاذ كمال الشريف مدير مكتب وزيره التضامن الاجتماعي، اهلا وسهلا بحضرتك استاذ كمال. ايوه فندم معاك. السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. شرفنا ومنورنا، ويعني معانا كابتن مصطفى عارض فكره جميله يعني اطفال الملاجئ. الفكره بتقول ان هو حابب يدرب الاطفال دول، يستثمر فيهم، وعنده من الامكانات ان شاء الله، وحتى نفقه الموضوع يعني كميزانيه وكل شيء، هو بس محتاج ان يكون في تعاون ما بين وزاره التضامن والملاجئ، تدي له بروتوكول كده ان هتخش تمرن الاطفال دول، يعني تسمحوا له بده في مكان معين ويبقى في بروتوكول بده. ايه راي حضرتك؟ حضرتك اتشرفنا، وكل اللي هو عايزه، وعندنا الاماكن بتاع دور الايواء، وعندنا برضك ملاعب في دور الايواء يقدر يستغلها، واحنا دعم هو دعم اللي هو عايزه. يعني ان شاء الله مرحب بالموضوع. مرحب طبعا بالموضوع ومستنيه في اي وقت. تشرفنا. طيب يعني تحب تفضل. طب يا فندم افضل اوصل ازاي؟ انا هوصل مثلا الوزاره حضرتك، انا لما اجي اوصل على الباب تحت بيحولوني اكتر من 30 موظف ان انا اديهم الورق وهيوصلوا لحضرتك. يا ريس قول له يطلع لكمال شريف، ويقول لهم كمال شريف هم هيكلموني. خلاص واحنا هنوصله هندي لك رقم استاذ كمال. طب هو مدير مكتب وزيره التضامن. احنا بنشكر اول وزاره التضامن. احنا اولا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على التفاعل معانا والتواصل معانا،
وشكرا جزيلا كمان على يعني تلبيه النداء. مش قلت لك ان شاء الله الموضوع باذن الله هيبقى ابسط؟ اتمنى ذلك ان شاء الله. وهم باذن الله مش هيتاخروا، وهو الراجل وعده احنا على الهواء وقال الموضوع باذن الله هيتم فيه التعب. وانا شايف حتى ان هو بسيط، يعني هو الموضوع بسيط، الموضوع يعني مش فيه يعني الموضوع هيفيد الدوله هيفيدني المجتمع هيفيد كل حاجه. الموضوع بالزبط. مش هيعيق حد حاجه. احنا هو دلوقتي بيقول لك انا موفر كل حاجه. طب انت موفر ملاعب، الملاعب دي بنستغلها في ايه؟ طب يلا نستغلها في مشروع زي ده. هو بيقول لك اهو يلا يس انا معاك ان شاء الله. انا بكره اتوجه للموضوع خلاص. هو استاذ كمال وعدنا ان شاء الله وهنوصلك بيه. شوف طيب الموضوع بسيط ان شاء الله، وتكلموا باذن الله وتروح وتطمنا بقى، تديني اخبار حلوه ان احنا بدانا وان الحمد لله في يعني في مبشرات كده، وان شاء الله يعني ونيجي نصور معنا. كمان طبعا ده اكيد يعني طبعا كاول برنامج يسجل معايا في موضوع انت معجزه هو حضرتك، فطبعا لازم تكون انت داعم الرسمي لينا ان شاء الله وتنزل معانا. احنا من غير حاجه احنا ان شاء الله داعمين رسميين لاي حاجه باذن الله تفيد المجتمع. والله هي الفكره بجد، نفس اللي عندك هو عندنا باذن الله، واعتقد عند الناس كلها هي فكره ان هي دي مشكله ان سهل الموضوع. وان شاء الله خير يا رب. وانا متفائل خير ان شاء الله بالمكالمه دي، وان شاء الله اتوجه ان شاء الله المكتب معالي الوزير واسال حضرته، وان شاء الله خير ان شاء الله. هو الفكره كلها ان انت هتعمل بروتوكول، هيتحدد لك ملاعب. خلاص انت كمان مجهز الورق موجود زي الفل، تتجهز ملاعب معينه كل حاجه يعني فيها استاذ مهند كل حاجه فضل. خطوات. طب قول لنا يعني جزء من يعني انا عندي هنا النهارده المقدمه اللي بقدمها هنا عند حضرتك هنا فكره المشروع. طبعا وفقا للاحداث الموجوده مش هشرح له كل اللي انا هعمله. عندي هنا الالعاب الهدف منها اللي هو تاهيل الاطفال رياضيا، عندي الكاراتيه وكونغ فو والملاكمه والسباحه. خطه العمل هيبقى هنقوم بالزياره، عندي المرحله الاولى والثانيه اللي هي تاهيل النفسي وتاهيل الصحي، هنبدا نجيب دكاتره متطوعين يبداوا يتابعوا الاطفال دول صحيا. الصالح منهم هيطلع على جنب عشان نقدر نشتغل بيه. السن هيكون من 5 سنين ل 12 سنه، بنات واولاد. بعد كده هنبدا نشتغل معاهم بالطريقه التنمويه، هنبدا نجيب دكاتره تنميه بشريه تعالجهم نفسيا، مش النفسيه ان انا اعالجهم كدكاتره لا، تاهيل تحكم تحسسه بانه ثقه بالنفس، اداره الوقت، ان هو يبقى يحس ان هو قيمته في المجتمع. بعد كده ابدا اشتغل مع المدربين تاهيل الرياضي، برضه هعمل دعوه لان انا عايز مدربين كتير معايا، اللي مش عايز مدرب او اتنين ثلاثه مدربين كتير في المجالات دي. هيبدا برضه نعمل هاشتاج للموضوع ونبدا نعمل دعايه السوشيال ميديا ليهم، عايزين مدربين في 4-5 العاب يبداوا يأهلوا الاطفال دول. بعد كده هنقي بقى ال 200 او ال 150 طفل او اللي انا دوت ديفر ان انا هلمهم هم مين وابدا احطهم في المكان اللي الوزاره التضامن الاجتماعي تحدده لي هو فين، وجمعي الاطفال دول يباتوا في المكان او يعيشوا في المكان، انا باجي لهم 3-4 ايام في الاسبوع يتمرنوا ويعملوا لهم معسكرات وكلام زي كده. معسكر التدريبي في المدربين بالرعايه الصحيه بالنفسيه بيشتغلوا مع بعض لمده 3 شهور تاهيل، بعد كده بخصصهم في اللعبه اللي احنا بنتكلم فيها. عايزين مدربين مراكز، بعد كده اسجلهم تبع النوادي ويبداوا يروحوا بطولات تاهيليه. شوف النجاح بعينك بقى وانت خطوه بخطوه، ان طفل بيبدا يعلق ميداليه او ياخد حزام او يتمرن. بعد كده نفكر بعد سنتين افكرك اقعد معاك نفس القعده دي واقول لك انا معايا دلوقتي 100 طفل متأهلين هم يبقوا ابطال عالم. نعم مش هنقعد هنا، احنا هنكون هناك مع ال 100 طفل دول ان شاء الله وشايفينهم كده هم ابطال باذن الله. المشروع لو اتعمل بنفس الطريقه والخطه اللي انا حاططها دي واللي الوزيره ان شاء الله او الاستاذ كمال هيشوفها، كل حاجه مشروحه باللجان اللي موجوده بلجنه السوشيال ميديا بالاجتماعيات بكل حاجه. احنا كل محتاجينه ان احنا عاوزين البروتوكول يتحقق ونعمل يوم مع الاطفال والست الوزيره تيجي والداعمين المشروع يجوا ونقول يا جماعه انت بالفعل عندك داعمين ورعاة للموضوع ان شاء الله. مش ماليين مش رسميا. عندي رعاة ناس حابه الخير لكن مش ناس هتبرع بفلوس. انا مشروعي مش شامل فلوس، انا ما فيش حاجه هنفق عليها على الاطفال، انا كل اللي انا هدربهم ودي اله احنا بنشتغلها. احنا عندنا ممكن هم في الدار يوفروا جيم لو عايزين يعملوا جيم هناك، يوفروا مكان يتمرنوا فيه بساط اخضر، يتاهلوا حاجات بسيطه، اوقيه للاطفال، احذيه شوز للاطفال، هدوم للاطفال، دي اللي هم بيدوهم للاطفال معاه. احنا بنحصل الاطفال وهم بينهم نفسهم بياخدوا اللي هم عايزينه تبرعات من الناس، او انا بنعمل صندوق ليهم، او بنجيب جمعيه مشهره تبقى هي راعيه المشروع وبنبدا نتابع عليها المشروع. تاهيل بقى لبس واكل وتمرين، بس اقصد عشان الموضوع بعد كده مثلا ما يوقفش فيه الاتجاه المالي، هتقدر ان شاء الله معانا جمعيه مشهره. طيب وهتقدر تجيب من الكباتن والكفاءات باذن الله وانت الناس موجوده. مفيش حد بيتوقف الخير. طيب صدقني لو عملت دعوه للخير ده صح. وقفنا وقلنا يا جماعه بس انا كل عايزين بروتوكول تعاون يبقى مختوم وممضي، ووزيره تقعد تقول انا مع الشباب دول. صفحتك ايه على الفيسبوك؟ اسمك مصطفى ايه؟ مصطفى كمال بالعربي او مصطفى اكشن بالانجلش. مصطفى كمال بالعربي ومصطفى اكشن بالانجلش. الدعوه بقى كمان مفتوحه لمين؟ اللي حابب يشارك معاه يعني احنا اي حد. انا حابب مفرح حلو المستشاره الاعلاميه لوزيره التضامن برضو تواصلت معانا دلوقتي ومستنيه رقمك ان شاء الله هتتواصل معاك. يعني اي خدمه اهو. اي خدمه. هنيجي احنا نتمرن ببلاش بقى. يلا لا ان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله خير يكون المشروع ده، ويمكن النهارده الحلقه دي تكون نوايه خير للمشروع، وانا سعيد جدا بالناس اللي بتتفاعل معايا، وان شاء الله خير
ويا رب ييسر لنا امورنا كلنا. انا برضو بقول لك احنا مستبشرين بيك خير ان شاء الله، بنقول لك انت من اجدع الناس عشان انت نيتك حلوه كده الحمد لله، وعندك هدف جميل وبصيت للناس ما بصيتش لنفسك وبس، فربنا ان شاء الله يعينك وهيوفقك وهيكرمك. وانا بشكر وبكرر شكر كتير قوي لوزاره التضامن على سرعه الاستجابه وانهم لبوا وتواصلوا واهتموا بالموضوع، بنشكرهم بنشكر كل المسؤولين وعلى راسهم وزيره التضامن الاجتماعي، ونقول لهم ايوه هو ده الدور المنوط بيكم، نتفاعل مع حاجات جميله زي دي. كمان الناس اللي حابين يتواصلوا مع الجدع الكابتن مصطفى من اجدع الناس، انا عارف ان المصريين كلهم جدعان، سواء بقى على مستوى المدربين على مستوى الدكاتره على مستوى حد مثلا يقدر يمول يتبرع يساهم في الموضوع ده، خلوا بالكم ممكن بايدينا احنا كده مع بعض نعمل مشروع قومي. مشروع قومي، انا عايز شباب ايد عامله، انا عايز ناس تقول ناس تجيب لي ايتام، ناس تجيب لي تفتح لي ملاجئ، ناس تقول لي انا عندي طفل يتيم تجيبه لي، ده كله هيدعم. انا مش عايز ناس معينه، كل الناس شعب مصر الدعوه مفتوحه لكل الناس اللي موجوده في مصر. طيب. انا يا جماعه بقول لكم انا مصطفى كمال بالعربي، ادخلوا قولوا لي احنا عايزين نشترك معاك، فانت معجزه، وطبعا الهاشتاج ده هيساعد معانا. طيب. ونشترك ونعمل ميتنج ونشوف الناس اللي هتدعم معانا، وانا معاكم قلبا وقالبا من غير اي مقابل. اوعى تيجي بعد كده الناس خلاص هتحط عليك امل احنا هنعمل، مش عليا الناس تعمل، انا لا ما اقصد انت ما انت بس انت يعني ان شاء الله عايش بالفكره دي ان شاء الله، توعدنا مش هتنزل عنها ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك ويكرمك، انت معجزه، شير للهاشتاج، ساعدوا مع الراجل، حابب كمان يتواصل معاه من خلالنا برنامج كلام الناس، صفحه كلام الناس، صفحه يعني الاكونت عندي انا مهند السادات، تواصلوا معانا باي طريقه كانت، تعالوا كلنا كده نتعاون في الخير ونعمل حاجه تنفع اولاد البلد دي وتنفع البلد دي. تحيه لاجدع ناس شعب مصر كله، تحيه مره ثانيه لوزاره التضامن الاجتماعي، بشكرك مره ثانيه. ومشاهدينا حلقتنا لسه ما خلصتش، خليكم معانا بعد الفاصل. حضراتكم مرة تانية مكملين معاكم الموضوع اللي فتحناه الأسبوع اللي فات مع الشيخ مصطفى سليمان، وهو موضوع تعدد الزوجات. جات لنا يعني رسائل كتيرة من ستات مصر الجدعان أو الجدعات، ويعني كانوا عندهم كده زعلانين مننا يعني بالمعنى الأصح، وحاسين إن إحنا يعني بنقول للرجالة اتجوزوا، وحاسين ان ممكن يكون في شيء من الظلم بسبب موضوع تعدد الزوجات. فاحنا هنفتح الموضوع ونناقشه، والشيخ مصطفى قال لنا ان شاء الله يعني النهارده باذن الله لا هيبين للنساء وستات مصر الفضليات الغايه والهدف من يعني فكره التعدد، وهل ده ظلم للمراه ولا لا. اهلا بحضرتك الاول شيخ مصطفى. اهلا وسهلا بيك، شرفنا ومنورنا. حضرتك منورنا، فتحنا على نفسنا فتحه احنا موضوع التعدد ده. لا لا مش فتحه ولا حاجه ان شاء الله. طيب هو السؤال على طول كده نبدا بيه، هل التعدد فيه ظلم للمراه؟ السؤال لازم يكون بصيغه تانية. اتفضل. هل عدم التعدد ظلم للمراه؟ يا سلام، يعني ممكن تيجي كده او تيجي العكس. لا حضرتك تشرح لنا بقى ليه بقى. لان ربنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا كتب ربنا على نفسه انه لا يظلم احدا من خلقه، فحين يقول رب العزه سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهذا لا يعني ابدا ان الله يظلم المراه، بالعكس، ده الرجل ان لم يعدد فهناك ظلم للمراه. نضرب مثل بسيط جدا. المثل بيقول ايه؟ بيقول تخيل الكرة الأرضية من المسلمين، عدد المسلمين في الكرة الأرضية أو عدد من المسلمين في محافظة أو في بلد معينة أو مجتمع معين، 11 ألف واحد وواحدة ممكن يتجوزوا. مركز حضرتك معايا في الحصة؟ يعني ايه؟ تعالى نقول أنا من القاهرة أو أنا من العاشر من رمضان أو أنا من أي مكان، تعالى نعمل إحصائية، دي إحصائية واقعية. نقول إن عدد الموجودين في البلد دي 11 ألف رجل وست يصح إن هم يتزوجوا. نسبة يعني. نسبة البقية بقى ناس كبار في السن ما يتجوزوش، وأطفال صغيرين أو لما غير ذلك. تمام؟ يبقى 11 إيه؟ 1000. 11 ألف. الإحصائية الدقيقة بتقول إن 5000 رجال و6000 نساء. ليه؟ لأن سنة ربنا في الخلق إن النساء أكثر من الرجال. دي معروفة.
دلوقتي والى قيام الساعه. طيب في 5000 رجل من ال 11000 دول، 5000 رجل متجوز كام؟ 5000 سيده من ال 6000. مركز حضرتك في 1000 كده، في 1000 ايه؟ مش متزوج. 1000 ايه؟ 1000 سيده. 1000 سيده مش متزوجه. ربنا سبحانه وتعالى وهو ينزل هذا التشريع هو الظلم ابدا، لانه بيراعي ويحافظ وينادي الايمان وقلب كل المجتمع اللي هم ال 10000 الباقيين دول ان ياخدوا بالهم من الست اللي موجوده في ال 1000 دول، لان دي لو ما اتجوزتش هيبقى في ظلم ليها. يبقى اصبح التعدد ظلم ل 10 ظلم ل 1000 امراه اللي هم الباقيين. عدم التعدد حضرتك، عدم التعدد، عدم التعدد ظلم لل 1000 امراه اللي باقيين. معايا حضرتك؟ إيه العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا قدام ال 1000 دول خلاص في 5000 متجوز 5000 على شرع ربنا، والباقي ما بيتجوزش، ما ينفعش يتجوز صغير او كبير او الى ما غير ذلك. ال 1000 دول، 1000 سيده دول، ده واقع بين ارمله وبين مطلقه وبين بنت ما اتجوزتش او بين واحده كبيره ما اتجوزتش. ال 1000 دول في حل من ثلاثه، واحد تنحرف. ما ينفعش تنحرف. فيش في مجتمع نظيف ومجتمع طاهر زي المجتمع المسلم امراه بنقول لها معلش شوفي لك عشيق وشوفي لك صديق وشوفي لك خليل زي بلاد الغرب وانحرفي وعيشي حياتك، ما ينفعش الكلام ده، ده مش صح. حفاظا على دنياها واخراها وعلاقتها بربنا وعلاقتها بنفسها واحترامها للمجتمع. الحل الثاني ان هي تكبت. لا لا تنحرف ولا تتجوز، تغلى على نفسها وتنعزل وتترهبن وتكبت بقى في نفسها وتاكل في نفسها وتموت نفسها. والامر مش متعلق بس بمجرد غريزه بيولوجيه للمراه. عشان كده ربنا حد عدد وقال للرجل ممكن تعدد عشان الالف دول ما يضيعوش او يكبتوا في الجزئيه دي. لا ده في حته تانية مهمه جدا الا وهي ان المراه بطبعها ضعيفه. والمراه بطبعها محتاجه الى ونيس من الرجل. ربنا سبحانه وتعالى لو ان امراه في المشرق ورجل في المغرب لتلاقيا بالطبيعه الفطره اللي كل الناحيتين بيميلوا لبعض. الفطره دي الفطره. فالالف دول يا اما يبقى في انحراف يا اما الحل الثاني يكبتوا. الحل الثالث اللي ربنا قال عليه ان هو ايه؟ ان 5000 رجل متجوز 5000 امراه، مش هنقول ان هم حد تعيس مع زوجته كله مبسوط وكله تمام وكله تمام. ال 1000 امراه دول لازم يتوزعوا على ال 5000 رجل دول. بمعنى ايه؟ هي دي معنى قول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. بس امتى يا استاذ مهند؟ دي ساعه العدل اللي هي ربنا قال ايه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم؟ قول ايه؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ألا تعدلوا فواحدة. الناس فاهمة العدل برضه غلط. أهو النهاردة بقى بننصف المرأة شوية. أيوه. بنقول إيه؟ بنقول الناس فاهمة إن العدل إن أنا لو متجوز واحدة واتجوزت واحدة تانية أعدل بينهم في المبيت وفي الإنفاق ومش عارف في إيه وفي إيه والاحتواء والاكتفاء زي ما قلنا المرة اللي فاتت. لا ده في نقطة تانية مهمة جدا. ألا وهي؟ ألا وهي. هناك عدل خاص بين الزوجتين أو الثلاثة، إن أنا أعدل بين الزوجتين أو الثلاثة اللي أنا متجوزهم. هناك عدل عام، يعني لو انا متجوز واحده وعايز اتجوز الثانيه وحسيت ان انا ما هعدلش بين الاثنين وبين حق والدي ما اتجوزش. لو حسيت ان انا مش هعرف اعدل بين الاثنين مع الاثنين وحق شغلي وحق بلدي وحق انتاجي ما اتجوزش. لو انا عارف ان انا لو متجوز الاثنين ما هعرفش قد ربنا حقه ما اتجوزش. يعني لو هضغط نفسي في الموضوع ده هياخد وقتي او ياخد فكري وخلي بالك او ياخد حقوق اخرين. حق ربنا او حق الوالدين او حق المجتمع او حق عملي او اي حق اخر لا ما ينفعش. او حق جسمي او حتى اطلع اولاد كتير. يعني بصراحه بشوف نماذج بقى الموضوع التعدد بس بالشق السلبي اللي احنا دي ده تندرج حضرتك دي تندرج تحت جزئيه انه ما عدلش الا تعدله اللي هو مثلا يخلف من هنا ويخلف من هنا ويخلف من هنا ويتوه هو في الوسط. كل بقى الرجال يظنون ان العدل مقتصر على العلاقه بين هذه وهذه. انا بدي دي 1000 بدي دي 1000، بابات عندي دي ليله بابات عندي دي ليله، مش عارف عملت. لا الكلام ده مش دقيق. يعني جزء من العدل انك هتشيل مسؤوليه أهم انك عملت. جزء في العدل ليس العدل الخاص بين الزوجات ولكن العدل العام لمنظومه مسؤوليتي في الحياه كلها. فإن أثر ذلك الزوج الثاني أو الثالث أو الرابع على مسؤولياتي في الحياة ربنا بيقول لنا إيه؟ فواحدة. طيب أهو بننصف الستات عشان الناس اللي زعلوا مننا أو الشيخ مصطفى. بس إحنا عايزين نقول إن في إطار الشرع والإنصاف ده في إطار الشرع برضه يا شيخ مصطفى. في امرأة في 100 في 1000 امرأة من ال 11000 اللي قلنا عليهم في المجتمع، في 11 امرأة، في 11 امرأة إحنا هنسأل عنهم أمام الله. ولذلك ال 11 امرأة دول لو كبتوا أو انحرفوا المجتمع كله رجال ونساء ال 5000 راجل ال 5000 ست يسالوا عن ال 1000. وساعتها لما يقف قدام ربنا ممكن الرجال والنساء يقولوا يا رب احنا ما ظلمناهمش، يقول لا انا طلبت منكم ان انتم تحسوا بيهم وتحلوا مشكلتهم بايديكم
والظلم اللي وقع عليهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولكن كانوا أنفسهم. طيب لو وقفنا عند النقطة بتاعت إن برضو إحنا كعرف مجتمع أو كده الست مش قادرة تقبل ده أو حاسة إن الموضوع يعني خارج عن قدرتها إنها تقبله، ليه ده بقى سائد؟ وطالما إن الشرع بين قوي في الموضوع ده وبيقول لا يعني الرجال ليهم إن هم يتزوجوا. الإنسان بطبيعه رجل أو امرأة، والمرأة بصفة خاصة. الإنسان والمرأة في هذه القضية وليدة بيئة، وليدة نشأة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن لو أنا زوجتي أنا في مجتمع كثير معدد أو كثير متزوج مع زوجته هتقبل، لأن كله كده. أنا اللي هطلع بقى عن الناس شرح تمام؟ ولو الإعلام بتاع البلد فاهم شرع صح وبيأدي رسالة ربنا صح وبقول يا جماعة ده حل لمشكلة كبيرة جدا في المجتمع، أعتقد أن زوجتي هتقبل الموضوع بخلاف دلوقتي. يعني عايز أقول إن, 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 إن البيئة اللي إحنا عايشين فيها والفكر والثقافة البيئية اللي إحنا عايشين فيها بتؤثر سلبا وإيجابا على قبول أو رفض هذا الموضوع. نفس الفكرة مثلا بأن المجتمع بينفر من المطلقة، بينفر من مش عارف، يعني تقصد حضرتك أن التصورات اللي إحنا بنبنيها أو بنحط فيها الموضوع بتؤثر على التصرفات اللي زوجتي وزوجتك هم بيعترضوا أثناءها. ثانيا وده مهم جدا، أن المرأة في المجتمع المعاصر أو المرأة في المجتمع عندنا، المجتمع المسلم عندنا، مش فاهمة هي مخلوقة ليه. أو أضرب لحضرتك مثل بسيط جدا. عندي حماتي، أنا بدي مثل طبعا، مش حماتي عشان أروح أضرب. لا كلنا خوفين خلوا بالكم يعني. عندي حماتي عندها بنتين، الاثنين اتجوزوا، أنا جوزت واحدة وجوزت واحدة تانية. أنا بدي مثل، مش حماتي يعني. يبقى عندها إيه؟ بنتين. أنا جوزت واحدة وجوزت واحدة تانية. البنت التانية اتطلقت لظروف ما، او اصبحت ارمله لان زوجها مات ربنا يرحمه رحمه واسعه، انا بدي مثلا، واصبحت فين؟ قاعده مع مين؟ مع والدتها، مع حماتها، مع حماتي. تمام. بنتها الثانيه انا متزوجها، جيت انا اتجوزت على بنتها او مع بنتها، حماتي تعمل ايه؟ ترفع ايديها كده وتقول ربنا يخرب بيته، ربنا ينتقم منه، ربنا ما ينومه الليل. بيحصل ولاش بيحصل؟ بتحصل. تكرهني ولا تحبني؟ تكرهك طبعا. جميل قوي كده. هي الست، هي ايه؟ الست. جالها واحد متجوز عشان يتجوز مين؟ بنتها التانية اللي اتطلقت أو الأرملة، تعمل إيه؟ ترفع إيديها وتدعي له ولا تدعي له؟ ربنا يعمر بيته إن هو، ربنا يعمر بيته إن إيه؟ إنه يعني إنه سطر بنتي، ربنا يخليه ويقويه ويرزقه وتطبطب عليه وتعتبره ابنها وبتحبه يمكن أكتر مني أنا كمان، صح ولا مش صح؟ حلو المثال. وهي بصراحة. هي المرأة. هي مين؟ المرأة. هي المرأة. المثال ده ضعه ألف في الإكزامبل أو المثال اللي أنا بقوله. تعالى مثال تاني، زوجتي أنا شخصياً. أو زوجتي أنا شخصيا جيت دلوقتي قاعد معها قاعدة جميلة كده، قلت لها بعد إذنك أنا هوصيكي وصية، بعد إذنك بعد ما أنا أموت لو أنا مت قبلك بشترط عليك ما تتجوزيش بعدي، ومت. هي حبت تنفذ الوصية ديت، لكن الوصية دي فيها ظلم ليها، لأنها لسه صغيرة، لأنها عندها أولاد، لأن حملها تقيل، لأن دخلها بسيط، لأن لازم تتجوز إلا ما غير ذلك. أنا كده ظلمتها ولا مش ظلمتها؟ لا، لو حملتها وصيه زي دي تبقى ظلمتها. ولذلك الشرع بيقول هذه الوصيه لا تنفذ. يعني حتى لو قالت لي ايوه حاضر مش هتجوز واحلف لك على المصحف من باب الموده بس انا اترضيك، لا، لكن لا، حتى غير لو ملزمه بيها، غير ملزمه بيها ولا تنفذ شرعيا. شرعيا. طب اذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى لم يجعل الرجل يلزم المراه ان هي لا تتزوج بعده اذا كانت هناك مصلحه وضروره، فليه هي مش عايزه توافق ان انا اتجوز وفي الزواج ده مصلحه لي او للمراه الثانيه وضروره؟ حلو المثال. ودي برضو بترد على فكره ان كتير من الستات بيقولوا يعني اشمعنا الرجاله بقى ليهم التعدد، بس حضرتك كده ضربت المثال ان ما انت برضو لو اي حد فينا مات مثلا ممكن الانسان اللي هو متزوجها تتزوج باخر. وحضرتك ضربت المثال العملي بقى انه ما ينفعش ليه ان المراه تتزوج اكتر من رجل. دي المره اللي فاتت المثال اللي فات. فكده وضحت، بس برضو لسه في يعني ايه حاجات كده في القلب عند النساء برضو مش قادرين يقبلوا الموضوع. نقول لهم ايه؟ هقول لهم هسألهم سؤالين برضو، والله والله والله، لاني انا بحبهم. بمعنى الست دي اختي، او الست دي امي، او الست دي بنتي، تمام؟ اللي احنا بنتكلم عليها دي، انا النهارده مش جاي اعمل دعايه واعلام لتعدد الزوجات. بالظبط. لكن انا جاي انقل منهج ربنا سبحانه وتعالى، وبين يا جماعه ان المنهج ده مفهوم غلط لسبب واحد بس، لان الخطا ليس في الحكم لان الله لا يخطئ. طيب. لكن الخطا في التطبيق. انا حابب برضو اكد على النقطه دي تاني مع الشيخ مصطفى. شفتوا للشيخ مصطفى ده اللي قاله ده؟ هو ده الملخص، ان برضو ناس ما تفهمش ان احنا يلا يا جماعه كله يتجوز. لا امكانيات ولا ظروف ولا، وموضوع العدل ده فيه حاجات كتير. بس هو الشيخ مصطفى بيقول ايه؟
ودي رسالة على فكرة مهمة جدا، واحنا هنعممها بعد كده ان شاء الله في اكتر من موضوع، ان فكرة بس انك تسلم ان ده امر من ربنا عز وجل، لا في ظلم ولا في اي حاجة، اخذ بيه اللي اخذ وتركه من ترك، صح كده يا شيخ مصطفى؟ تمام. ولكن نفهم الامر اللي من ربنا عز وجل ان هو ده مباح او انه حلال او انه للرجل. كل انسان على نفسه بصير. انا عايز اقول نقطه قبل ما اكمل في الموضوع ده واجيب على سؤال حضرتك. اتفضل. وانادي كل اخت فاضله بتسمعنا دلوقتي، عايز انادي واقول احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان نعمر الارض. وربنا لما يجي ينزل لنا منهج نسير به في تعمير الارض، منهج افعل كذا ولا تفعل كذا، كل كلمه في افعل وكل كلمه في لا تفعل بتساعدنا وتقومنا وتأيدنا عشان نأدي منهج ربنا. دي جزء من هذا المنهج. زي ما انا ضربت لحضرتك مثل دلوقتي ببساطه شديده جدا، في 1000 من 11000 نفس 1000 ايه 1000 امراه في مجتمع خاويه فاضيه تعبانه مظلومه، مطلوب منا ان احنا ننتشل هذه المراه من هذا الظلم بطريقه او باخرى، خاصه اذا كان منهج ربنا هو الحل في الجزئيه دي فلا بد منه. ونادي المراه بقى اختي الفاضله واقول لها ايه، هسالها سؤالين بسيطين جدا. السؤال الاولاني، اترضين لزوجك أن تكون لديه خليلة أم لديه حليلة؟ ده كان السؤال اللي جاي ده، اللي هو فكرة إن ستات كتير، وأقول لحضرتك وأجاوب بالسنس ستات حقيقة كتير، ودي حقيقة، تقول لك لا يكونني أحسن، ما على الأقل هيرجع يعني هيلف ويرجع لي في الآخر يبقى ما اتجوزش ما ارتبطش. لا، اللي تقول كده يبقى ما تستحقش إن هي تكون مؤمنة، لأن هي فعلا إيمانها كده ضعيف. طب صحح لنا المفهوم يا شيخ مصطفى. المفهوم الدقيق إيه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير. أنا قلت المرة اللي فاتت أيضا الله ابتلى النساء في الغيرة كما ابتلى الرجال في الجهاد في سبيل الله، فمن صبر على هذه وهذه كان في الجنة. المرأة لازم تعيش حياتها لربنا، يعني هي بتربي أولادها وتتعب معاهم وتتعب مع زوجها ولم غير ذلك عشان ربنا، عشان هي مخلوق عشان تؤدي رسالة في الحياة. رسالة الحياة ربما لا تكتمل إلا إذا كان هناك حل للمشكلة اللي احنا بنقول عليها، والمشكلة دي ممكن يكون حلها عند زوجها فيتزوج معها امرأة أخرى. لما يتزوج امرأة أخرى الدنيا مش هتتهد. هي طلبت الطلاق، بيحصل كتير، أصبحت ظالمة مرتين ثلاث مرات لا أربع مرات. المرة الأولانية لنفسها، لأنها بعد كده بتندم إن هي طلبت الطلاق والراجل بيعدل، اتجوز واحدة تانية وبيعدل، صح؟ ظلمت نفسها وظلمت زوجها لان الراجل بيعدل وما قصرش معها في حاجه وهي اللي طلبت الطلاق. ظلمت اولادها، ظلمت الزوجه الثانيه، او ظلمت المجتمع بانها بتعمل تصور خاطئ للمجتمع، كل واحده زوجها يتزوج عليها المفروض تطلب الطلاق، الكلام ده خطا. بس كل اللي احنا بنقوله ده على فرضيه ان الزوج ده عادل، يعني برضو مش واحد عادل يروح يرمي مراته ويروح يتجوز واحده ويسيب مراته لانت بيت واقف والكلام ده كله، ده مرفوض. اتدري ما هو المعنى الدقيق في قول الله سبحانه وتعالى فان خفتم ألا تعدل فإن خفتم؟ يعني هو لسه ما اتجوزش؟ ده هو قال له اقعد بينك وبين نفسك كده ورتب ورقك صح واستخير ربنا صح واستشير صح وشوف هتقدر ولا، ده قبل ما اعمل. بس في الحاله دي كمان يا شيخ مصطفى عايز اقف مع حضرتك وحضرتك تصلح لي. ربنا لما قال له فإن خفتم ألا تعدلوا فرض بقى هنا، قال له فواحده، صح كده؟ اه اصبح فرض، يعني هناك خيار بالظبط، وهنا فرضيه، يعني قال له لما ما تعدلش فرض بقى هي واحده. ليه يعني حضرتك ده كده يعني بياخد للمراه حقها؟ متى ياتي الفرض؟ هاجي اقولها. متى ياتي الفرض؟ ياتي الفرض عند مظنه وقوع الظلم. اهي صح. فهو لو مش هيعدل اصبح في ظلم، فقال لك لا لو مش هتعدل هيبقى في ظلم، اكرم لك واكرم اللي هتتجوزها واكرم لمراتك واكرم لصوره المجتمع انك انت تكتفي بواحد. ولذلك الخطا ليس في الحكم بل الخطا في تطبيق الحكم. بالظبط. اللي خلى الناس ياخدوا فكره ان الست الثانيه هتاخد الراجل من اللي خلى ان الراجل مش هيعدل، ان فعلا في رجال ما بيعدلوش. بالظبط. ان فعلا في رجال بيميل للست الثانيه عن الاولانيه. يعني تطبيق الرجاله او بعض الرجاله للموضوع هو ده هو اللي عمل برضو الازمه في التطبيق وليست في الحكم. الله لا يخطئ، الله لا ينسى، الله لا يظلم، بل نحن الذين طبقنا حكم الله خطا فنتج عن ذلك اننا ظلمنا انفسنا واصبحنا بنشوه صوره هذا الدين القويم في عيون كل الخلق. يعني أي مشكلة. يعني أي راجل مقبل مثلا على موضوع زي كده أو بيفكر فيه ويلتمس أنه مش هيعدل فكده بقوله أنت بتخالف أمر شرعي من ربنا، أن ربنا بيقولك فواحدة وأنت كده بتخالف، يعني هو كده. وبنذكره بأن صح. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يأتي يوم القيامة بشقه مائل أمام الخلق جميعا. بالظبط. خلي بالك أمام الخلق دي يعني كل الناس بتتفرج
عليه. كل الناس بتتفرج عليه، فحته فرجه الناس عليه دي مصيبه كبيره جدا جدا جدا، ويحمل اوزار وذنوب وظلمات بقى للظلم اللي هو ايه اللي هو جناه مع الزوجه الاولى او الزوجه الثانيه او اولاد دي او اولاد دي. الله على الشرع في التطبيق، الله يعني الله على على احكام ربنا عز وجل، والله على لطف ربنا، والله على التفصيله الجميله ان ربنا عز وجل يعني يقول له ان حلال ليك كذا، بس خلي بالك في حاله ما عدلتش فرض عليك تعمل كذا. يعني ما فيش بقى فكره ان احنا نقول لا ده ربنا ظلم مراه ده شرع عمل، لا مش كان ممكن يا استاذ مهند ربنا سبحانه وتعالى يدي حريه طلاق للرجل ان هو يقول له ايه، ان رايت امراه اخرى فاردت ان تتزوجها فتزوجتها فاعجبتك فلك الخير ان تطلق الاولى. خلي بالك حضرتك شوف شوف الشرع عامل ازاي. يعني دي رائعه اخرى في التعدد. صح. ان الله خلي بالك ان الله قال للرجل لا تطلق الاولى حتى وان كانت، يعني انا ممكن اتجوز مع مراتي عشان ما بتخلفش، ممكن اتجوز مع مراتي علشان في شويه نفور بيني وبينها، ممكن اتجوز مع مراتي عشان اصيبت في حادث. قال لك لا 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 لا، من باب الاحسان الله. مع الله ان تحافظ على هذه وان تزوجت غيرها. ليه بقى الست بتاعتي المحترمه بتفرض عليا وتلوي دراعي وتقول لي لازم تطلقني لو هتتجوز تاني، مع ان ربنا قال لي انا ما تطلقش الاولى لو هتتجوز واحده تانيه. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض وما فيهن. هي دي الإشكالية اللي عندنا، إن المرأة عايزة المجتمع يتبع هواه، جوزي لي أنا بس ما حدش يشاركني فيه، والراجل عايز لما يتجوز واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ممكن يقعد مع واحدة ويعيش عندها ولا غير ذلك ويسيب الباقي ويظلمهم، بتتبع هوا برضو. يبقى الشقين ولو اتبع الحق وهواهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن. هنا الكلام على راجل وست، راجل بيطبق غلط وست بتفهم غلط بتفهم. وبتطلب غلط وفي غير مكانه. ولذلك أنا بقول لو أن الرجل تزوج لشهرة أو شهوة فزواجه ليس له قيمة. لا تاني تاني تاني، دي جميلة دي. الرجل ممكن يتجوز لحاجة من الاثنين، أنا عايز أتجوز يا عم علشان معلش أنا بحب، يعني معلش أنا عادت البيولوجية داخلية غريزيا، أنا عايز يعني معلش يعني أتزوق أكثر من امرأة وفي الحلال بدل ما أتزوق في الحرام. دي يبقى هو بيتجوز لدي، لا دي مش مطلوب، مش عايزين دي بنيتك. أو شهرة يعني إيه؟ ده فلان الفلاني يا عم اتجوز اثنين وثلاثة وقاعدين في البيت وما بيقدروش يتحركوا من غير أوامره، يعمل لنفسه برستيج ويعمل معلم سي السيد أو سي السيد يعني. لا لو اتجوز لدي أو اتجوز دي فليست لله فليس له قيمة وليس له أجر عند الله. ولذلك ساعتها حضرتك ربنا بيوكله لنفسه ويقول له تبشيل انت يا معلم بقى الشيله ويقدر عليهم، ورينا هتقدر عليهم ازاي. صح. بل ويسلطهم عليه يقرفوه في حياته. صح. ان كيد الشيطان كان ضعيفا ومع النساء ان كيدهن عظيم. هيقرفوه في حياته بقى. انما تخيل لو واحد اراد ان يتزوج لانه يعلم ان هذه رساله الله في الحياه وان هناك عنصر في المجتمع مظلوم، لان المراه الالف اللي قلنا عليه ده، وهو يريد ان يطبق منهج الله مع هذه المراه، يتزوجها يعفها ويعف نفسه يفتح بيت جديد يخلف ولد صالح مش عارف يعمل ايه لما غير ذلك بالنيه دي. خلي بالك بقى من اللقطه اللي جايه دي، وخد الجمله دي مهمه جدا. ان لم يكن زواجه شهوه او شهره، اسمع، فهو يجتهد في العدل على قدره ويؤيده الله بالطاقه على قدره سبحانه. الله الله الله، لو عمل كده حلو قوي التصحيح المفاهيم ده يا شيخ مصطفى، ده مهم جدا. يعني اللي رايح يتجوز عشان شهوه او شهره او شهره او غرض مثلا، ربنا هيسيبه لنفسه. لا مهمه جدا دي يا استاذ مهند، ناخد بالنا منها. ربنا هيسيبه يعني ايه يسيبه لنفسه؟ يعني انت معاك فلوس وعندك صحه وعندك كبر برضه مش هتقدر شيل. مش هتقدر على الشيله، لان اللي بيعين مين؟ ربنا عز وجل، بيعين ربنا سبحانه وتعالى، حتى على الزوجه الواحده او الزوجتين او الثلاثه او الاربعه. ده تصحيح مفاهيم برضه للرجاله تاني عشان الناس اللي فاكره ان الموضوع لا يعني مش زواج. لا مش زواج، مش متعة. على فكرة الزواج مغرم وليس مغنم. الزواج الثاني أو الثالث مغرم، حمل غرامة. حمل تقيل بيحمله الرجل وليس إيه؟ وليس مغنم. حتى قال أحد الكتاب الكبار عليه رحمة الله، قال زواج الرجل من ثانية قليل من المتعة مع كثير من التكلفة، مع كثير من الحمل الثقيل. دي حقيقة، فهو شايلها لله، ربنا هيعينه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. طب لو ربنا يعلم بقى أنك أنت رايح لشهوة أو لشهرة وبعد كده مش هتفرق معك أي حاجة، ربنا هيسيبك لنفسك. ولو سابك ربنا لنفسك مش هتقدر تشيل نفسك.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنختم يعني النصيحة المهمة للرجالة دي، وبشكر حضرتك على التفصيل في الموضوع وبيانه بالشكل الجميل ده. ربنا يتقبل. شكرا شيخ مصطفى، الله يبارك فيك ونورتنا. الله يحفظك يا رب. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهاردة، والرسالة هي واضحة للستات وللرجالة، اوعوا تزعلوا مننا الستات، الشيخ مصطفى وضح الموضوع اهو وحط له الضوابط، والراجل اللي مقدم على خطوة زي دي برضه لازم يكون عامل حسابه ويشوف الإطار الشرعي اللي ربنا عز وجل سمح له بيه. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فرض. يعني أشوفكم إن شاء الله بكرة على خير، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحكايات دايما بتعلمنا حاجات، كل حكاية فيهم تجمعنا، نطلع منها بحكمة ومعنى، ونفيد العقل اللي سمعنا، وندور على الخير بالذات. ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش باينين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين، ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش باينين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين. جوا حياة الناس أسرار الفطر.